البيئة مصدر تعاون بين الله والإنسان. مصدر تعاون بين الله والإنسان إزاي؟ الله صنع البيئة وخلقها وخلى الإنسان يكون مسؤول عنها، بتخص الإنسان لأن الله إدها منحة للإنسان، فقال له كده لنسلك أعطي هذه الأرض، وأعطى الله الإنسان الأرض. وكان في العهد القديم الله بيكون وعده إن الأرض والنسل، وكان بيكسر في الأرض والنسل، وورثها للإنسان وقال له أعطيك هذه الأرض لترثها، وكان أملكها للإنسان علشان محبة منه ووزن أعطاه الله للإنسان. فالإنسان والطبيعة دول كائنان مهمان، الإنسان والطبيعة، الإنسانية، الإنسانية البشر كل ما يوجد على الأرض، الطبيعة كل ما خلقه الله، الاثنين مهمين ولازم نكون ليهم، نعرف قد ايه الله حب الاثنين مع بعض، الانسان والطبيعه هما الهي قيمتان الهيتان مقدستان، علشان كده لازم نكون نحافظ عليها. فالله سلط الانسان على الطبيعه وعلى الحيوانات وعلى النبات، وزي ما الكتاب المقدس قال ان الانسان مسؤول عن الطبيعه ولازم يحبها ولازم يهتم بيها، علشان خاطر الله قال كده لي الارض وانتم غرباء ونزلاء عندي. الارض دي بتاعت الله واحنا اللي نزل عليها، احنا اللي الله اعطانا ان احنا نكون موجودين عليها. طيب ايه المسؤوليات اللي الانسان لازم يقوم بيها تجاه البيئه؟ في مسؤوليات الله ادها للانسان علشان يهتم بيها ويحافظ عليها. اول حاجه زراعه الارض والاهتمام بيها، في تكوين 3:2-15 قال له كده انه يزرع الارض ويهتم بيها ويحافظ عليها. كمان تسميه الحيوانات باسمائها، فاكرين لما ادم الله اداله ان هو يقدر يسميها باسمائها؟ ليه؟ لان الله نفخ من نسمته لادم واعطاه ان هو يقدر يسمي الاسد اسد والحمار الوحشي حمار وحشي، فكل حاجه بطبيعتها ومنظرها الله ادى لادم ان يقدر يسميه. كمان ان يكون في خدمه الخليقه، يعني الانسان لازم يخدم الخليقه مش يكون سبب لدمارها وانهيارها. فالسلطان والسيطره مش سيطره بان هو تكون غير حكيمه، لكن احترام وحمايه من الاتربه والتلوث والميه انها نحافظ عليها، ويكون لاهتمام ومحبه للطبيعه اللي الله قال له يحافظ بيها عليها. ابن الحبيب، بنت الحبيبة، المشكلات الطبيعية والمشكلات البيئية بقت تهدد المجتمع، لازم نحافظ على مجتمعنا علشان الموضوع ما بقاش قريب سهل. فالبيئة باتت تتهدد في كل الأحوال، من حيث الطعام، من حيث التلوث، من حيث الأمراض اللي احنا حتى شايفينها دلوقتي في عصرنا ده، الوقت اللي احنا فيه ده، المرض ده نتيجه ايه؟ اكيد في تلوث حصل، اكيد في الناس تلامست مع بعض، الناس اللي ما اهتمتش انها تصلي وقت ظهور الوباء، الناس حبت ان يكون بس بينها الضحك والهرج والمرض وعدم احترام ان في فيروس حاصل في المجتمع لازم نحافظ على بيئتنا فيه، لكن للاسف بنلاقي هذا المرض انتشر. فلازم علينا كمؤمنين وكاولاد الله ان احنا نحافظ على البيئه من الموجودة فيها. الكنيسة والبيئة، ايه بقى دور الكنيسة في البيئة؟ بنلاقي ان الكنيسة بتاخد اللي الطبيعة اعطاته بتستخدمه في القداس الالهي وفي خدمة الطقوس الكنسية، زي الزيت، زي القطن، زي اغصان الزيتون، زي القمح. فالكنيسة لها دور للحد من المشكلات. الكنيسة في مر العصور ساهمت في مكافحة التلوث، كانت بتقدم وعي وكانت بتقدم في القداسات اهتمام ووعي ونشر وعي بين الناس في الصلوات والقداسات دي، كانت دايما الكنيسة بتهتم بان احنا نصلي من اجل الحفاظ على زيادة المطر، من اجل الحفاظ على جودة الارض، من اجل الحفاظ على البيئة، علشان ده الكنيسة دائما بتعطي دور الوعي والمحبة والرحمة والاهتمام ببيئتنا اللي بنعيش فيها. فدور الكنيسة اول حاجة تقييم وتعديل سلوك الفرد، بتخلي الانسان لازم سلوكه يكون صح، يعني ما نرميش زبالة في الشارع، يعني ما نكونش بحد ماشي نجي ضاربينه، يعني ان احنا
ما نكونش ماشيين بالعربية بتاعتنا ونرمي الزبالة بتاعتنا في الشارع. ده اسمه تقييم وتعبير سلوك الفرد علشان نحافظ على الموارد الطبيعية اللي الله أعطاها لينا. كمان نشر الوعي البيئي، لابد إن احنا كمتعلمين وكمؤمنين وكأولاد وخدام الله إن احنا ننشر الوعي بين الناس، الناس البسيطة، الناس اللي هي ما دخلتش مدارس. احنا دورنا كمتعلمين وكمؤمنين وأولاد الله إن ننشر الوعي بين الناس. وككنيسة بتهتم بدوت من خلال القداسات ومن خلال احترام كل قوانين الدولة اللي بيها بنحافظ على البيئة. التركيز على أهمية الأخلاق الفردية والجماعية، يعني الواحد لوحده لازم يشتغل وكمان المجموعة لازم تشتغل، لازم نحافظ ونهتم، لأن الكنيسة بتعلمنا كفرد وكمجتمع لينا دور أساسي جدا جدا في حماية البيئة. التأكد على إن البيئة بشقيها البشري والطبيعي دي وزنة منحها الله للبشرية، دي وزنة يا جماعة، وما كناش نتاجر بيها ونهتم بيها زي الوزنات اللي الله إداها لكل إنسان مؤمن إن هو يحافظ عليها ويهتم بيها. لأن لو خلي بالنا لو ما حافظناش على الوزنة اللي الله إداها لنا هتحصل مشاكل زي اللي إحنا شايفينها دلوقتي، وأمراض ومشكلات وحروب وزلازل وأمراض أخرى. التأكد على مسؤولية الإنسان تجاه ذاته وتجاه البيئة، لازم إن احنا الكنيسة بتقول الدور بتاعنا ده، أنت يا ابني دورك تحافظ على البيئة، أنت يا بنتي كده، لازم احنا كدور لينا كلنا مع بعض نهتم بالحفاظ والحماية على البيئة. في النهاية يا ولاد لازم في حياتنا الروحية نصلي من أجل البيئة بكل عناصرها الجميلة اللي الله خلقها لينا، العناصر البشرية والعناصر الطبيعية. ففي المدرسة، في المنزل، في الشارع، لازم في المدرسة أحافظ على اللي أنا بستخدمه، على المكان اللي بقعد فيه كويس، على الناس اللي بتعامل معاهم، البيئة، كل ما يوجد حواليا من بيئة بشرية وبيئة صماء. نصلي كمان إن الله يدينا حماية واستمرار للحياة الطبيعية، لأن خلي بالنا لو المجتمع دلوقتي انتهى خلاص البشرية انتهت، لكن لما نصلي إن الله يبقي المجتمع على مر الأجيال ويبقي البشر في حماية ورعاية في حماية الله، البيئة تستمر عايشة. طبعا في ضوء اللي احنا خدناه المرة اللي فات بنقول ايه العناصر اللي خلقها الله، ايه اللي يجب علينا ان احنا نحافظ عليه في مجتمعنا، بنصلي ان ربنا يحافظ على بلدنا وعلى العناصر الطبيعية والعناصر البشرية اللي الله خلقها هبة للإنسان وأعطاه أن يكون محافظ عليها وزنة. وفي النهاية يا ولاد بنصلي أيضا أن ربنا يحافظ على بلدنا العظيمة مصر في هذه الظروف، لأن دي البيئة، البيئة اللي خلقها في العالم كله وخاصة بلدنا. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.